صبرا يا مولاي. سماء، هل أخرج للصيد أم أبقى في أصفهان؟ لا بأس يا مولاي، تستطيع الخروج. وأنت أيضا تستطيع. أبا علي تفضل. هذا الرجل لا يكل ولا يمل من العمل. ليت في بلاطك منه 100 رجل يا مولاي. صدقت يا زبيد. أسعد الله أوقاتكم يا مولاي. أهلا يا أبا علي، اجلس. أوجز في حديثك، فإنني على وشك الخروج في رحلة الصيد. ما أكثر رجال الحرس عندك يا مولاتي؟ ليسوا للحراسة يا نرمين، وإنما للمراقبة. وطاعتهم زبيدة لكي تمنعني من الوصول إلى مولاي السلطان. وهل يمنعون عنك الطعام أيضا يا مولاتي؟ لا. وهل أنت جائعة؟ قليلا. يا جارية أحضر الطعام. ما زالوا يصغون إليك يا مولاتي؟ قبل أن تأتي زبيدة إلى هذا القصر كنت أرسم وأحكم، ولا أحد يجرؤ أن يرفض لي طلبا، حتى السلطان نفسه. ولكن كيف استطعت أن تسلب منك كل هذا السلطان؟ آخ يا زبيدة، وضعت له الذكر وقد كان يخشى على سلطانه، فلديه أعمام وأخوة. اعذري فجاجتي يا مولاتي، ولكنك وضعت له المئة الواحدة ولم تعيد الكرة. ما إن وضعت له زبيدة الذكر حتى هجر فراشي، نزع من السلطان وضعوا في يدي زبيدة. جئت يا مولاي أستأذنك في استحداث ديوان الاستيفاء. سأسميه ديوان الاستيفاء. يقوم عليه المستوفي، والمستوفي هذا ينظر في أمور المال ويشرف على الحسابات هنا في أصفهان وفي باقي أمصار البلاد. وإذا أردنا أن يكون فاعلا أكثر نلحق به نفقات الجيش، وهكذا نعمل على ضبطها ومراقبتها. أبا علي، كم مرة يجب أن أقول لك هذا؟ أنت الوالي، فاصنع في بلادي ما أحببت. المهم أن تلتقي رجالي من أفراد البيت السلجوقي. بأمرك يا مولاي. صاحبتك السلام. لن تطالها أبدا. نعم، أتحدث إليك. منذ دخلت السجن وأنت تراقب تلك النافذة. وما شأنك أنت في هذا؟ بل لي الشأن كله، فعندي طريقة تساعدني وتساعدك على الفرار. ملابس السجناء. أصنع منها حبلا؟ نعم. اسمك أنت؟ اسمي صادق. أحسنت، أحسنت يا صادق. هيا خذ هذا وابدأ بصناعة الحبل. هيا هيا. أعطني علامات. Thank you.
علي، أرغب بمشورتك في أمر. وأنا رهن بشارتك يا مولاتي. تركان. تركان. ما بك؟ ماذا على وجهك هذا الغم؟ لا أطيق سماع اسمها يا مولاتي، لا أطيق. تذكرين على عهدها كادت أن تنشب أظافرها في شؤون الحكم. سلبت عقل مولاي الملك شاه بالسحر والشعوذة. كانت تريد أن تعيد ملك أجدادها الغزنويين. لولا أن أرسلك الله يا مولاتي في الوقت المناسب كي تضعي لها حدا لحدث ما لا يحمد ربه. أرغب في إرسالها إلى ما وراء النهر حيث أخوها الملك نصر خان. لنعم الرأي رأيك يا مولاتي. هل أمرهم الآن بتجهيز مركب الرحيل؟ ولكن يا مولاتي. ولكن لابد أن نستشير مولاي الملك شاه، فما زالت زوجته وأم ابنته مولاتي الأميرة خاتون. لن يرضى يا أبا علي، لن يرضى. يخشى إن ذهبت إلى أهلها أن تتزوج رجلا آخر، وهذا ما لا يطيقه أبدا. فعلا يا مولاتي فعلا، هذه معضلة. إذا ما رأيك أن تبقى هنا في القصر حبيسته كما هي الآن حتى يأتي أجلها؟ هذا ما لا أطيقه أنا أبدا يا أبا علي، أبدا. لا بأس، لا بأس، سأجد مخرجا. لو كنت مكانك يا مولاتي للجأت إلى السحر، ألا تؤمنين بالسحر؟ وكيف لا أؤمن به وأنا من أحضر سماء من بلاد ما وراء النهر؟ حقا أنت من أحضرت سماء؟ نعم يا نرمين، أنا من أحضرت سماء وشهد وغرام كانوا معي جميعا في موكب زفافي إلى أصفهان. وكيف تحولوا عنك يا مولاتي؟ ليسوا سوى عبيد، والعبيد تذهب عقولهم عندما يرون الذهب والجواهر والياقوت. زبيدة أعمت عيونهم وجعلت لكل واحد منهم
ضياع ومزارع في أصفهان، وباتوا أغنى من أثريائها. ضياع ومزارع للجواري والعبيد، وأكثر من ذلك يا نرمين. فابحثي عن غيرهم يا مولاتي، فمن السحر ما يفرق بين زوجي وزوجته. وكنا دائما نسمع أن أصفهان موطن السحر والسحرة. ما تقولينه صحيح يا نرمين، ولكن كيف أخرج من القصر وأنت ترين الحرس يحيطون بنا من كل صوب؟ أخرج أنا إن أحسن تدبير الأمر. أنت وكيف لك ذلك؟ أمعقول هذه الفوضى على بوابة القصر؟ معكم حق إن كنتم تأتون كل يوم لتقدموا شكاياتكم ولا أحد يستجيب، ولكن اعذروا مولاي السلطان فهو مشغول دائما. لكني أعاهدكم بالله أن هذه المشكلة سوف تحل، وسوف نجد حلا لكل مشاكلكم وشكاياتكم ضمن تعليمات سأضعها بنفسي. الآن أريدك أن تخرج إلى رفاقك على بوابة القصر وتقنعهم أن يعودوا إلى بيوتهم وهم مطمئنين. نحن نثق فيك يا سيدي. انهض. من انت وماذا تريد؟ ان المبيت في الشوارع ممنوع. واين اذهب؟ فاللصوص سرقوا مالي ومتاعي. لا شان لي، وجدتك هنا مره اخرى فارمي بك في السجن. لا حول ولا قوه الا بالله. اي بلاء هذا؟ انهض قبل أن يرسلوك إلى السجن. ومن أنت؟ جرذ السوق. هيا. فيما تلك النظرات؟ أعذريني يا مولاتي، لكني أكاد لا أصدق أنني مع الأميرة توركان شقيقة الملك نصر خان في نفس المكان. دعيك من هذا كله واجلسي. أخبريني يا نرمين، كيف نستطيع الخروج من القصر والوصول إلى ساحر خلصنا مما نحن فيه؟ لا عليك يا مولاتي، سأجد طريقة أتسلل بها إلى خارج القصر. هيا هيا تفضل من هنا. تفضل. هنا؟ نعم. ها؟
أترى ذاك النجم الساطع؟ نعم. إنه سوتيس. وفي الاتجاه الآخر إيزيس. وذلك أكبرهم؟ أجل، إنه أوريون. لماذا تسميهم بهذه الأسماء الغريبة؟ لست أنا من أطلق عليها هذه الأسماء، بل أهل مصر. المصريون؟ أجل، المصريون. تعال. انظر. هذا سوتيس. وهذا إيزيس. وهذا أوريون. هل أنت بخير؟ أجل بخير، لكني لم أكل شيئا اليوم. انتظر. تفضل. شكرا. لا. مولاتي، لقد غلبني النعاس. آخ يا نرمين، استطعت أن ترجع الملك شاه إلى فراشي. اسمعي نرمين، هل تقيم هنا يا جورث؟ نعم، كان لي دار جميلة، لكن أزالوها جند الملك وهم يبحثون عني. ولماذا يبحثون عنك؟ يقولون إني سرقت فرسا من اسطبلات الملك. اسطبلات الملك؟ وهل حقا فعلت؟ لا لا، أهدتني إياه فتاة، لكنهم لم يصدقوني أبدا، ومن حينها وأنا أهرب منهم. ومن يعيلك؟ أقصد أين أبوك وأمك؟ لا أعلم، منذ صغري وأنا في هذا السوق. ها، فهمت. ألم تفكر بإيجاد عمل آخر يغنيك عن السرقة مثلا؟ بلى، لكنهم لم يدفعوا لي ولا مرة واحدة، ما أن يعلموا أني مشرد، لا أب ولا أم ولا عم ولا خال، فيمنعون عني دراهم. وهل جاء دوري لكي أسأل؟ طبعا، سل ما تشاء. أنت غريب عن سمرقند، ما الذي أتى بك إلى هنا؟ أنا عمر الخيام من دايسابور، جئت كي أحظى بشرف لقاء الملك نصر خان. السلام عليك يا أبا علي. وعليك السلام. دونت في هذا الكتاب أسماء 10 رجال من البيت السلجوقي كي تنظر أيهم سيكون الكاتب. سأنظر فيها فيما بعد. ما يشغل بالك يا أبا علي؟ أما رأيت اليوم المتظلمين والفوضى على بوابة القصر؟ بلى، لكننا نعمل جاهدين على إنصافه. القصر يعج بالمتظلمين كل يوم، يأتون لتقديم شكاياتهم ولا يتلقون أي إجابة ولا يغادرون. إذا جاء أي رسول أو غريب إلى القصر ورأى هذه الفوضى وهذا الصراخ ماذا سيقول؟ سيقول بأن ظلما ما يقع على الناس. لكن هذا غير صحيح، فمولاي السلطان يعمل جاهدا على إنصافه. صحيح يا شيرازي، ولكن لكي لا ينتاب هذا الزائر أو هذا الغريب الظن بأن ظلما يقع على الناس، يجب أن نتبع نظاما معينا تجتمع شكايات أهل كل مدينة وناحية على حدة وتوضع في مكان واحد، ثم يدخل 5 منهم يدخلون إلى القصر ويشرحون شكاياتهم، يتلقون الإجابات والحكم فيها ثم يغادرون.
لنعمل رأيي يا أبا علي. أعمل على تحقيق هذا اليوم قبل الغد. لحظة قبل أن أنسى، الغلمان والجواري ما بهم؟ الغلمان والجواري والخاصة يجتمعون في قاعة مولاي السلطان كل يوم ويحدثون فوضى ويرتطمون ببعضهم البعض، وهذا لا يجوز. يجب أن يكون هناك عددا معلوما من الغلمان، وعددا معلوما من الجواري، وعددا معلوما من الخاصة، وتوضع ستارة تحجبهم عن قاعة مولاي السلطان حتى يتعودوا، ثم بعد ذلك تزاح الستارة ويسري النظام. لنعم الرأي يا أبا علي. هذا النظام كان متبعا منذ أزمنة قديمة، منذ تربية الغلمان وتصنيفهم حتى يتبوأوا مقامات عليا، لكن الآن لم يعد متبع. نعيده يا أبا علي، نعيده بإذن الله. حسنا، في أمان الله. حفظك الله يا سيد، حفظك الله. جرث، جرث، انهض يا جرث. ماذا تريد؟ أريد الذهاب غدا صباحا إلى قصر الملك نصر خان. لن يدخلنا الحرس، لكن لا ضير من المحاولة، فأنا لم أقطع كل تلك المسافات إلا لعلمي أن الملك في قصره في سمرقند وفي هذا الوقت من السنة. حسنا حسنا، لكن دعني أنا أرجوك. الأمر؟ أتذكرين الجارية ذات الوشوم الثلاثة؟ صاحبة تركان. أذكرها، ما بها؟ تقف بالباب، تقول أن تركان أرسلتها تحمل إليك عسلا اشتهته لك. حقا؟ إنما تريد الصلح يا مولاتي، فلا تخرج الماردة من القنقم. ما أجمل الشعور بالنصر. سأعيدها لتركان. انتظري، دعيها تدخل. مولاتي. دعيها تدخل. بالحال يا مولاتي. هيا يا جورد، قبل أن ينتصف النهار لا يسمح لنا بالدخول إلى مجلس الملك. أشعر بالتعب الشديد، لم أمشي في حياتي كلها كل هذه المسافة، ناهيك عن الجوع والعطش. اذهب أنت وسأنتظرك. إن شئت أحملك. لا لا، سأسير. لماذا توقفت؟ هل عدلت عن الذهاب إلى مجلس الملك؟ لا لا، لكن كيف تمثل بين يدي الملك وأنت ترتدي هذه الثياب وهذا الحذاء؟ وأنت أيضا تبدو كالمتسول، انظر إلى حذائك وثيابك، حتى شعرك يملأه قش سطوح الحوانيت. معك حق، تبدو كالمتشردين، وكنا نملك مالا، كنا استحمينا واشترينا ثياب جديدة. ماذا نفعل؟ عندي فكرة. اتبعني.
الآن. اتبعني. أين؟ شرف. أعرف مكانا يستحم به الناس مجانا. أين؟ هيا اتبعني. انتظر انتظر يا شرف. ولا ما هذا يا جارية؟ عسل. عسل يا مولاتي. أعلم، ولكني قصدت لماذا أرسلته مولاتك التركان. لا أدري يا مولاتي، دفعته لي وقالت لي خذيه إلى مولاتك ومولاتي وتاج رأسي ورمش عيني زبيدة، تقول إنه عسل نحل نادر لا يعيش إلا في غابات خوارزم حيث أشجار البرتقال والليمون وله فوائد عظيمة. أعطني بعضا منه لأتذوقه. ما بال هذا العسل؟ مسموم يا مولاتي، دست فيه مولاي التركان السم القاتل، ولقد شاهدتها من خلف الستائر وكانت تحسبني لم أشاهدها. اجلسي. ولماذا أخبرتني بأمر السم؟ لأنني لست قاتلة ولا أعين على القتل. منذ دخلت جناحة وهي تخطط لقتلك يا مولاتي، تضع الخطة تلو الأخرى، فتارة تسمم خنجرا وتارة تريد أن تخنقك حزامها الجلدي، وحين أبطأت عليها أرسلت لك السم القاتل، ولقد تركتها تخطط لك إن نجوت من السم. ما تلك الخطة؟ لا أعلم يا مولاتي، فهي لا تخبرني بما يجول في خاطرها غير أنني أسمعها وهي تتحدث خلال نومها. ما اسمك يا جارية؟ نيرمين يا مولاتي. عودي إليها يا نيرمين وكوني عيني عليها، وقري عينا فقد رضيت عنك وجعلتك بمنزلة غرام عندي. وماذا أقول لها إن سألتني عن العسل؟ قولي لها إني لا أحب العسل ولكنني قبلت الهدية. أمر مولاتي. هيا عودي إليها. ولماذا لا تأمر مولاتي بقتل تركان لكي تريحنا منها؟ سيغضب مولاي ملك شاه إذا علم مولاي السلطان بأمر العسل. لن يغضب. عندما يعود أخبره بأمر العسل
أدعو جاريتك لتقص على مسامعها قصتها مع تركان، وأنت تعلمين جيدا أن أمر القتل لا يكون إلا بأمر مولاي السلطان. مولاي السلطان عاد. مئة ألف دينار مصاريف ولينا على نيسابور يا شيرازي في شهر واحد. شيرازي مرني يا أبا علي. ماذا يشغلك عني في حديقة القصر؟ لا شيء يا سيدي، لا شيء. لا يصح لنا النظر إلى حديقة مولاي السلطان إلا إذا كنا معه، فإن لم نكن فهذا يعتبر تجسس، وأنت تعرف عقاب تهمة الولاء لمولاي السلطان، القتل. القتل. أقسم لك يا سيدي أني لم أقصد هذا، وإن عدت إلى فعلها مرة أخرى ففعل بي ما تشاء. مولانا على نيسابور صرف 100,000 دينار في شهر واحد، تحقق منه. إذا كان بذخاً فليكتب الكاتب كتاب عزله. أمرك يا سيدي، أمرك. مئة ألف دينار في شهر واحد. فأصابه السهم الأول، فأخذ يتنقل بين الأشجار مترنحاً متألماً. ولماذا لم تجهز عليه؟ أردت أن أجهز عليه، لكن ما أن تناولت الرمح لأضعه في القوس حتى ظهرت السباع من كل حدب وصوب. ويلي. السباع جعلت من هذا الوعل أشلاء. أشلاء. وذهبت مطاردتنا هباء الريح. لا بأس يا مولاي، لا بأس، ستحظى بوعل أكبر في المرات القادمة. ما يهمني هو أنك أمضيت وقتا سعيدا وروحت عن نفسك. ما أخبار القصر؟ زبيدة ماذا هناك؟ هل أصاب باركي أي مكروه؟ لا يا مولاي، باركي بخير، يقيم عند أخواله على خير ما تكون الإقامة، يحفظونه الشعر ويعلمونه ضرب السيف وركوب الخيل. هو بخير، وقد أرسل لي بعض الهدايا منذ أيام. الحمد لله. لماذا تبكين إذن؟ لا شيء يستحق الذكر يا مولاي، لا شيء يستحق الذكر. زبيدة تحدث.